اعتذارات النجوم عن بعض الأعمال الفنية أمر بيصيب أي جهة إنتاج بالإحباط الشديد. المخرج أو المؤلف بيكون شايف شخصياته في ناس معينة، بيبدأ يحط سكريبت الحركة والمشاهد على الأساس ده. طبعا المنتج والموزع بيهمهم ان الابطال يبقوا حد معروف يقدروا ان هم يبيعوا عليه ويوزعوا الفيلم هنا وهنا. لو اعتذر بقى النجم او جابوا حد تاني، الموضوع ما بيبقاش بالسهوله اللي متخيلها البعض، بتخلي الجميع يعيد حساباته من اول وجديد. ولكن في احيان كتير الاعتذارات دي بتكون في صالح العمل الفني، لان المنتج النهائي بيبقى افضل من لو كانوا الابطال الاصليين هم اللي قدموه. خليكم معانا. لا يمكن اقول لك الا لما تساليني. عجايب، وعاوزني اسالك ازاي على حاجه مش عارفاها. خلاص لما تعرفيها اساليني ابقى اقول لك. الصنف ده عاملاه مرات عمك برجليها بايديها. يا سلام مسلم، ده مفيش كده. غير القرف ده. قرف؟ ده قرف؟ ما تفضوها سيره بقى. يلا كل يا حسين، احسن زمان الجماعه بتوع الضرايب منتظريننا. في سنة 1960 قدم المخرج فطين عبد الوهاب فيلمه الرائع إشاعة حب لعمر الشريف وسعاد حسني ويوسف بيوهبي، واللي يعتبر من العلامات المميزة في سينما الستينات. اللي يمكن ما يعرفوش عديد من المشاهدين إنه المرشح الأول لبطولة الفيلم ده كان الراحل إسماعيل ياسين، واللي اتكتب الدور أصلاً علشانه، ولكنه اعتذر لانشغاله بأفلام تانية فاختار فطين عبد الوهاب النجم عمر الشريف، واللي كان معروف وقتها إن هو مش كوميديان أساساً، ولكن اللي ساعده ان الدور اساسا مكتوب حلو. ده اللي خلى اداء عمر فاق كل التوقعات في شخصية حسين، الى جانب ان هو كان بين اتنين ممثلين تقال، عبد المنعم ابراهيم ويوسف بيوهبي، ودول بقى يسندوا جبل مش عمر الشريف بس. شخصية حسين الراجل العملي الخجول اللي كان مش بيعرف يجامل ولا يكذب، في نفس الوقت كان بيحب بنت عمه ومحرج ان هو يتقدم لها، كان في منطقة ما بين اسماعيل ياسين وعمر الشريف. بالنسبة لإسماعيل ياسين، حسين ده طبعا شخصية جادة، الكوميديا اللي بتقدمها ده لو طلعت كوميديا أساسا هتبقى كوميديا موقف أكتر منها إفيهات، زي مثلا إن هو يبقى على علاقة بهند رستم الفنانة المشهورة، ده في حد ذاته إفيه ملوش حل، يطلع منه عديد من المواقف الكوميدية. أنا شخصيا بتخيل إسماعيل ياسين لو كان قدم الفيلم ده كان هيبقى أشبه بحسين أخو إسماعيل التوأم في فيلم إسماعيل ياسين في الطيران، واللي كان فيه فرق ملحوظ في الأداء بينه وبين أخوه. اما بقى عمر الشريف في الفيلم ده فشخصية حسين تعتبر شخصية كوميدية بحتة، نجاحه في تقديمها يعتبر احد اهم اسباب نجاح الشخصية والفيلم بشكل عام. وهكذا يجب ايضا ان ترسلوا ملايات اللف والطرح. شفتهاش، هتشوفها دلوقتي، الى المحاربين القدماء في باريس. ومعروف عن فطين عبد الوهاب كمخرج ان هو بيقدر يتعامل مع اي نوعية من الممثلين، المخضرم من نص نص وحتى اللي قدراته محدودة أو معدومة، زي عادل هيكل مثلا كابتن النادي الأهلي واللي كان بيشارك كممثل لأول مرة في الفيلم ده. فطين عبد الوهاب نجح في إن هو يوظفه في دور يخدم الأحداث بشكل كبير ويكمل الصورة الكوميدية العامة للفيلم، وبالتالي مش صعب عليه طبعا إن هو يطلع كوميديا من عمر الشريف أو غيره من الممثلين. بقى حضرتك الأستاذ حسين. أيوة، بس أنت مين؟ مش مهم. مش بتقول انك صاحبي؟ بقول لك مش مهم. بقى انت ليك علاقه بهن؟ الناس بتبالغ يا استاذ عادل. انا بقى لي مده صغيره في البلد دي، لكن سمعت عنك حاجات كتير قوي. ايوه شفت وسمعت. بقى شوف يا استاذ، انت عارف انه الرجاله اللي زينا زي ما تقول عاده دائما بيكون لهم مغامرات. وفي سنة 1978 بدأ المخرج محمد عبد العزيز في التحضير لفيلم اختار له عنوان انتبهوا أيها السادة، ورشح للبطولة سعيد صالح وعادل إمام، ومن هنا كان منتظر إن الفيلم ده يكتسح السوق طبعا لنجاح الثنائي ده في عديد من الأعمال الفنية قبل كده، إلى جانب إنه أحداث الفيلم طبعا هيبقى فيها كوميديا ولكن بتحمل طابع الكوميديا السوداء، لأن الفيلم نفسه بيرصد التحول المجتمعي اللي حصل في مصر نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، لما طلعت بعض الطبقات من قاع المجتمع تحولوا للغنى الفاحش
وحلوا محل بعض الطبقات العليا. الموضوع حلو جدا، سبق مناقشته في عديد من الافلام وقتها وبعد كده، ولكن ميزة الفيلم ده ان هو اول عمل فني يبقى مبني على الموضوع ده من اوله لاخره. اعتذار النجوم سعيد صالح وعادل امام خلى المخرج محمد عبد العزيز يتحول الاثنين بعيدين تماما عن الكوميديا، حسين فهمي ومحمود ياسين، علشان يخرج الفيلم من المنطقة دي ويتحول لبكائية من المجتمع على حاله واللي جراله. دي بقى الشقة القبلية ودي البحرية. انت طبعا الزامك البحرية هي عليها كلام بس برضو ما تغلاش عليك. فضل يعني. ولما اعتذر النجوم سعيد صالح وعادل امام كانت الحجة المعلنة طبعا ان هما مشغولين. بالفعل في الوقت ده عادل امام كان بدأ في مرحلة البطولة المطلقة، بدأ يقدم بالاربع والخمس والست افلام في نفس السنة الى جانب مسلسلات طبعا وشغله في المسرح. كمان سعيد صالح واللي كان اغلب ادواره في البطولة المساعدة، ولكنه برضو كان بيقدم كذا عمل في نفس السنة. لو هنشوف كل ده هنقول فعلا كانوا هيجيبوا وقت منين يعملوا الفيلم ده، ولكن غالبا السبب الحقيقي ان هما ما شافوش نفسهم في الشخصيات. عادل امام صرح اكتر من مرة ان اهم اسباب رفضه للاعمال الفنية انه لما بيقرا السيناريو ما كانش بيشوف نفسه في الشخصية، بحسها مش بتاعته، فالافضل ان هو يسيبها لحد تاني. احيانا كان بيرشح البطل لجهة الانتاج زي ما عمل مع احمد زكي في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة عام 99، زي ما بيحكي الكاتب الراحل وعيد حامد. عادل امام يمكن حس ان الموضوع هيبقى له بعد اجتماعي قوي، ما ينفعش ان احنا نناقشه في جو من الكوميديا، فلما اعتذروا هما الاثنين وراحت الادوار لمحمود ياسين وحسين فهمي قلت جرعة الكوميديا شوية، ولعل المخرج محمد عبد العزيز اضطر ان هو يغير شوية في السيناريو علشان يقدم لنا سنة 80 واحد من اهم افلامه بشكل عام. كمان قدم محمود ياسين شخصية جديدة عليه تماما بعد ما قدم عديد من الاعمال الرومانسية قبل كده، كان غريب شوية في الدور ده، قدم شخصية الغني الجديد او محدث النعمة زي ما بيقولوا، الامر اللي انعكس على الوانات لبسه وطريقه كلامه وعفش بيته وطريقه انتقامه من غريمه الدكتور اللي طرده من بيته في يوم من الايام. اما حسين فهمي بقى فكان بيأدي اداء نمطي الى حد ما، هو قدم قبل كده شخصيات كتير بالشكل ده، ولكنه نجح بشكل ملحوظ في تقديم مشهد الضياع في الفصل الاخير من السيناريو. وبعد كل ما درسناه عن الحقيقه، وبعد كل ما درسناه عن الحقيقه، الحقيقه عنتر عنتر. شوف يا سيدي العربيات تلم الزبالة وتقلبها هيك، وبعدين تطمئن الورق على جنب يتكبس أكوام ويبقى بلاد ويطلع على المصنع، والرابش صنفين، صنف ناشف يروح على المستوقد يدمسه بيه الفول، وصنف طري يروح على مزارع الخنازير، والصفيح على جنب، والإزاز على جنب، والخاشب والرابش، وكل صنف يتعبى ويتباع، الحديد يتقطع ويتسيح ويطلع منه مواسير، الورق يروح لمصنع الورق يتعمل منه كرتون ورق لحمة، والكهنة والخرق تاخد كام. قدم المخرج محمد عبد العزيز في الفيلم ده عدد من المشاهد الوثائقية عن عملية تدوير المخلفات في الوقت ده. طبعا النهاردة الموضوع غير كده خالص، المشاهد دي تم تصويرها في منطقة مصر القديمة واللي أصبحت حاليا ضمن جنينة الفسطاط. الموضوع ده يمكن كان بيتقدم لأول مرة على شاشات السينما، كمان كانت معلومات جديدة لكتير من المشاهدين وقتها. المشاهد دي دراميا بتخدم الاحداث طبعا، لانها بتوضح ازاي قدر عنتر واللي زيه ان هم يكونوا ثرواتهم الكبيره من عمليه تدوير المخلفات، الى جانب ان هي ساهمت في خطه عنتر للانتقام من غريمه الدكتور. طبعا الزبال او عامل النظافه ده شخص مهم جدا في اي مجتمع، يمكن بتحس بقيمته لو تخيلت للحظات كده ان هو مش موجود في حياتنا لسبب ما، اخد اجازة مثلا لكام يوم او عمل اضراب. والفيلم كمان وضح النقطة دي تفصيلا، ولكن ما يجبش ان هو يدخل في مقارنة مع طبقات تانية في المجتمع، ما ينفعش، حتى لو بفلوسه اصبح اعلى من الناس دي جميعا، هو برضو غير قابل للمقارنة بيهم. ومن هنا جه التحذير بتاع الفيلم، انتبهوا ايها السادة الوضع ده ما ينفعش،
ومش صح. ايه رايك يا اخي فهمي؟ انا عندي قضيه بخصوص حته ارض كنت خدتها بوضع اليد. هدفع لك عربون دلوقتي وهمتك انت في القضيه. يبقى كتر خيرك، بس الحكايه دي يمكن تطول. ابدا. ومال؟ ولو كسبتها حلو هدبر لك شقه الجلال في العماره اللي حبناها عليها من غير الابيض ولا اسود. في الحالتين اللي اتكلمنا عنهم النهارده كان اعتذار النجوم في صالح العمل الفني مش ضده. لما بتقل جرعه الكوميديا شويه بيزيد البعد الاجتماعي للسيناريو، او بمعنى اصح بيبان اللي الفيلم عايز يقوله. بالنسبه لفيلم اشاعه حب او اي فيلم، وجود اسماعيل ياسين على الافيشات كان بيضمن النجاح التجاري والتوزيع بشكل كبير بغض النظر عن الموضوع او اللي بيتقال. كمان في حاله فيلم انتبهوا ايها الساده، وجود عادل امام وسعيد صالح امر مريح جدا لاي جهه انتاج او توزيع، ولكن ذكاء المخرجين في كلا الفيلمين ان هم نجحوا في تقديم العمل الفني بصوره ما تقلش جوده عن المتوقع من الابطال الاصليين. الفيلمين نجحوا تجاريا. العرض الاول لفيلم اشاعه حب كان في 21 نوفمبر عام 1960 في سينما قصر النيل، استمر عرضه لحوالي 17 اسبوع متواصل، ده رقم كبير وقتها، الى جانب طبعا ردود افعال ايجابيه جدا من الجمهور والنقاد. ما زال الفيلم بيجيب مشاهدات عاليه لغايه النهارده في كتير من منصات العرض. كمان فيلم انتبهوا ايها الساده كان عرضه الاول في 30 مارس عام 1980 في سينما مصر بالاس في عماد الدين، استمر عرضه ل 28 اسبوع متواصل. ورغم ان هو حاليا يعتبر فيلم قليل العرض على قنوات الافلام، ولكنه جايب مشاهدات مش بطاله على كتير من المنصات. قولوا لنا في تعليقاتكم مين تخيل اسماعيل ياسين بدل عمر الشريف في اشاعه حب؟ مين تخيل عادل امام وسعيد صالح بدل حسين فهمي ومحمود ياسين في انتبهوا ايها الساده؟ في رايكم ايه كان هيبقى شكل الفيلم في الحالتين؟ قولوا لنا على ارائكم في الكومنتات تحت الفيديو او في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا على تويتر وفيسبوك وانستجرام، ولو عايزين تقروا اكتر عن مواضيع تانية في تاريخ السينما المصريه هتلاقوا في مدونه غاوي سينما، اللينك هتلاقوه تحت في الديسكريبشن او في شاشه النهايه. شكرا لكل مشاهدينا اللي بيدعمونا بالاشتراك في القناه او عن طريق خاصيه سوبر تانكس، دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم، مستنوا الجديد منا دايما على قناه غاوي سينما.